على الأحسن أو أفضل أو الهدافين تمام. في الإمارات، يا أحمد خليل مهاجم أهلي دبي في المركز الثاني لأفضل الهدافين على مستوى العالم وفق الاتحاد الدولي اللي برضو للتاريخ والإحصاء، تمام. بينما جاء السعودي محمد سهلاوي رابعا، والسهلاوي يعني تقدم على سواريز المحترف مظبوط. في أسبانيا، حاجة جميلة برضو. طبعا يمكن احنا معانا القائمة كاملة، الجدول بتاع افضل هداف العالم لسنة 2015، يمكن دي قائمة بيعملها الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء كل سنة بحسب الاهداف، عدد الاهداف الدولية اللي سجلوها. دي يمكن القائمة قدامنا، البولندي روبرت ليفاندوفسكي طبعا مهاجم بايرن ميونخ الالماني في المركز الاول 22 هدف، بيجي بعديه على طول الاماراتي احمد خليل لاعب اهلي دبي 20 هدف، ثم كريستيانو رونالدو طبعا نجم ريال مدريد في المركز الثالث 19 هدف، بيجي بعديه السعودي محمد السهلاوي لاعب النصر السعودي 18 هدف. يمكن القائمه يا كابتن جمال فيها يمكن اربع لعيبه عرب، يعني اول 10 هدافين في العالم فيهم اربع لعيبه عرب، متواجد احمد خليل، متواجد محمد السهلاوي، في كمان في المركز الثامن الاماراتي علي مبخوت لاعب الجزيره الاماراتي 13 هدف، والمركز التاسع الاردني حمزه الدردور لاعب الرامسه 13 هدف. دول اربع لعيبه عرب متواجدين في القائمه، يمكن موجود كمان طبعا لويس سواريز، موجود توماس مولر، موجود بعد كده زلاتان ابراهيموفيتش، نيمار، ميسي، فيمكن قائمه بافضل هدافين في العالم. اعتقد شرف وجود اربع لعيبه عرب في القائمه دي في مراكز متقدمه، خاصه طبعا احمد خليل ومحمد السهلاوي، احمد خليل الثاني والسهلاوي الرابع في افضل هداف العالم، اعتقد يعني يستحقوا كل الاشاده على المجهود اللي قدموه والاهداف اللي سجلوها في سنه 2015. يعني كل التوفيق لكل الهدافين العرب.